أقامت كلية الهندسة في جامعة سامراء معرضاً للمجسمات والأعمال الفنية التي تعد من ضمن المناهج الخاصة بالطلبة أثناء دراستهم، إذ مثلت تلك المرتسمات والمصنوعات اختصاصات الإعمار والفنون المعمارية في هذا المهرجان، وهي تخص قسم هندسة العمارة. هذا المعرض هو جهود الطلبة، وهي جهود من ضمن اختصاصهم. هنا تشوفون هنا قسم هندسة العمارة، فلذلك كله هو رسوم وأعمال تخص هندسة العمارة، وهي من إنتاج طلاب هندسة العمارة، طلاب المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وإحنا نفتخر بأنه إنجازاتهم يعني تنافس الكليات العريقة، يعني جامعة بغداد، جامعة النهرين، كلية هندسة العمارة حوالي صار لها 50 سنة، أما إحنا كليتنا يعني صار لها 4 سنين تقريبا. فلذلك إحنا المجال العلمي اللي وصلنا إليه هو مجال افتخار لنا وأيضا للكادر التدريسي وأيضا للطلاب وأيضا للمدينة والمحافظة، وبالتالي هو يعود النفع إلى جميع القطر العراقي. هندسة العمارة هي ولادة حديثة لهذا القسم في محافظة صلاح الدين كشيء عام، فتقدمت جامعة سامراء كلية الهندسة قسم هندسة العمارة بفتح مدرسة معمارية جديدة تخص سامراء تكشر، تخص سامراء على وجه التحديد. واستغلينا يوم الجامعة بأنه نسوي لنا فد معرض يصير بيها يعني إزالة كل الحواجز، يكون روح الانتماء رقم واحد، ثانيا المبادرة عند الطلبة. فكان هذا المعرض هو ولادة هذه الاندماجات بين الطلاب، ويعني تآلفهم يعني على سبب يعني سبب بسيط بأنه كان طالب إعدادية يتحول إلى فجأة إلى مهندس خلال شهرين نتاجات صف أول، يعني هي كانت خير دليل على ذلك، وبعدين نتاجات صف ثاني وثالث والمرحلة الرابعة، وإن شاء الله المرحلة الجاية حنخرج أول دفعة معمارية من هندسة العمارة في محافظة صلاح الدين كشي عام، وإن شاء الله الكلية شيئا فشيئا تكبر بفضل جهود الأساتذة والتدريسيين والعمادة إن شاء الله. مشاركتنا احنا صارت المشاريع السنوية، يعني مشروع الكورس الأول هو مشروع التصميم الحضري لمنطقة سامراء، المنطقة المحيطة بالملوية، منطقة اللي هي منطقة المعمل ومنطقة الحداحدة. انقسمنا 3 جروبات، 3 مجاميع، كل جروب أو كل مجموعة قدم مقترح لتطوير هاي المنطقة، ايش تحتاج من وظائف أو فعاليات، فكل جروب قدم المقترح الخاص به. نحن طلبة الهندسة المعمارية المرحلة الأولى شاركنا في تكوين معرض سنوي افتتح لأول مرة هذه السنة من قبل الأساتذة الشرفة وعالية، وشاركنا طبعا، وأنا كلش فخورة أني شاركت بهذا المعرض وأتمنى يتكرر كل سنة. طبعا عملنا كنت بأجواء إعدادية وتغيرت لما دخلت كلية الهندسة، حسيت بأسرة وكنا مجتمعين وواحد يساعد الثاني وماكو أي اختلاف أو اختلاف بين الطلبة، وحاولنا نكون نعمل بكل جهد عندنا وقدمنا أحسن ما يكون، وإن شاء الله تظل هذا المعرض ذكرى لا تنتسى من وجوهكم. أنا الحمد لله قدمت هذا المشروع اللي هو كان مدرسة موسيقى وباليه، والحمد لله والشكر يعني شاركت بهالمعرض، وأكو معارض إن شاء الله أخرى أشارك أيضا بها، وراح نشارك إحنا بعض الطلبة بهالمشاريع. قسم الهندسة المدنية وهندسة البيئة كانت فعاليتهم ومشاركتهم بتقديم التجارب التي أغلبها نال النجاح بعد الاختبارات التي تجرى عليها بشكل عملي. قسم الهندسة المدنية والبيئية هو أحد الأقسام المستحدثة في كلية الهندسة وفي جامعة سامراء عموما. هذا القسم هو القسم الوحيد في العراق وثاني قسم في الوطن العربي، يحتوي على تعشيق بين قسمين رئيسيين من أقسام الهندسة، وهي قسم الهندسة البيئية وقسم الهندسة المدنية. لذلك فمختبرات هذا القسم معنية بالبيئة ومعنية بالهندسة المدنية. أقسام الكيمياء والمبادئ هندسة البيئة هي مختبرات الهندسة البيئة، أما مختبرات الهندسة المدنية فهي مختبرات المواد والإنشاءات ومختبر التربة ومختبر الطرق ومختبر المساحة ومختبر الموائع. طبعا بيوم الجامعة قسم الهندسة المدنية والبيئية قدم العديد من التجارب،
وعندنا عديد من الأجهزة اشتغلنا عليهن مثل جهاز مقاومة الانضغاط الخرسانة وجهاز مثل جهاز مال عندنا الخلاطة وعندنا العديد من الأجهزة اشتغلنا بهن يعني على مدار الكورس الأول وبداية الكورس الثاني وكل هذا الشغل عمل على مواصفات انه عراقية او بريطانية نشتغل عليهن نصمم مثل صبات خرسانية بدون مو مسلحة غير مسلحة ونجري على هذه نفس الصبات الخرسانية نجري عليها احنا تجارب على مود نشوف ان التجربة هل هي التجربة ناجحة لو التجربة تكون فاشلة طبعا اغلب التجارب تكون ناجحة ومعظم يعني تجارب قليلة تكون فاشلة باسباب جزء المواصفات مو صحيحة يعني مو مضبوطة 100% ويجوز مثلا يعني تكون اخطاء او بسبب الات او كذا. طبعا سوينا فعاليات وترتيبات ليوم الجامعة من خلال بحوث وتقارير ويعني ترتيبات بالمختبر بما تخدم يعني وتتناسق مع الواقع في البلد واقع العراق يعني ما يخص الهندسة المدنية والبيئية. أمنا إن شاء الله يعني تطبق هذه البحوث وهذه يعني الترتيبات الموجودة على أرض الواقع يعني مو بس دراسات وبحوث بس يعني بالمختبر. مشاركات الطلبة ذات الأهمية من المؤمل أن تطبق فعليا على أرض الواقع سيما وأنها تخدم الواقع الخدمية وتقدم تطويرا وعملا حضاريا فضلا على صقل تلك المواهب ودعمها لتقديم الأفضل خدمة للمدينة والمحافظة والبلاد. لبرنامج صباح سامراء أحمد جمعة قناة سامراء الفضائية.